طيب هنكمل ان شاء الله، هنكمل ان شاء الله بقيه الشغل بتاعنا اللي هو الايه، النتورك، النتورك كونفيجريشن تحديدا. خلاص قبل ما نتكلم في النتورك كونفيجريشن تعالى نتكلم معاك كده على شويه حاجات. الاول لازم نكون متفقين عليه، لازم نكون متفقين عليه. اول حاجه ايه موضوع الاي بي ادريسز دوم؟ بص يا سيدي، اول حاجه عايز اقول لك عليها ان اي جهاز في الدنيا، اي جهاز في الدنيا عشان يتكلم مع اي جهاز تاني، لو دول في النص بينهم سويتش كده، ده سيرفر وده سيرفر، ولو ده واصل براوتر هنا والراوتر ده واصل لي بسويتش تاني، المربع اللي فيه سهم رايح وسهم جاي ده اعتبره بسويتش. والدايرة اللي فيها خطين او علامة اكس دي اعتبر ان ده راوتر، يعني ده كده سويتش وده راوتر وده سويتش. ده عندك سيرفر اهو او ورك ستيشن، وده سيرفر او ورك ستيشن برضو، وده سيرفر او ورك ستيشن، مش فارقه معايا. تمام كده. اي جهازين او اي جهاز عشان يتكلم مع جهاز تاني لازم يكون له عنوان. بالظبط، اعتبر ان ده كده زي حي كامل، ده عباره عن حي كامل. خلاص، الحي ده مقسوم لجزئين، الحي بتاعك ده مقسوم لجزئين، في في النص بينهم فاصل كده، ماشي. اللي بيفصل حي عن التاني هو مين؟ هو الراوتر. تمام كده. طيب كلام جميل. اول حاجة كل بيت في الحي لازم يكون له عنوان. تاني، كل بيت في الحي ده لازم يكون له عنوان، صح ولا غلط؟ ده في الطبيعي نفس الحكاية، كل جهاز موجود عندك، كل جهاز هيكون له عنوان، العنوان ده اسمه اي بي ادرس. طيب مبدئيا، لو الراوتر بتاعك ده كده انا موصله بالانترنت، ماشي، العنوان بتاعك ده انا موصله بالانترنت، لو انت جالك حواله من بره كده، او بلاش حواله، جالك طرد من بره يا عم، جالك جواب من بره، باعت انتشار مثلا كتاب من على امازون والكتاب ده جالك من بره، الكتاب ده جالك وصل لك على البيت، حلو كده. الراجل هيعرف ازاي ان البيت بتاعك هو اللي موجود في المكان ده؟ مش عن طريق الاي بي ادرس بتاعك برضو، هو العنوان بتاعك. طيب يبقى دي اول حاجه، يبقى اي حد من بره هيكلمك او اي حد من حي تاني هيكلمك هيتم عن طريق مين؟ عن طريق الاي بي ادرس. طيب عايز اقول لك على حاجه بس، ان ما ينفعش جهازين على نفس الشبكه يكون لهم نفس الاي بي ادرس. يعني ما تجيش انا تدي اي بي ادرس اسمه اكس واي بي ادرس اسمه اكس لجهازين، عمرك ما هتلاقي بيتين لهم نفس العنوان، مستحيل، مفيش بيتين لهم نفس العنوان. خلاص. طيب كلام جميل، يبقى دي تاني حاجة اتفقنا عليها، ان كل جهاز هيكون له اي بي ادرس. الحاجة التانية الاي بي ادرس ده هيكون يونيك. الحاجة التالتة، كل جهازين كده، او مش كل جهازين، كل مجموعة اجهزة في نفس الحي مع بعض كده، خلاص، ممكن تديهم عنوان خاص بالحي ده بس. يعني ده هيكون عنده عنوان جلوبال اللي هو الاي بي ادرس، وهيكون عنده عنوان تاني خالص كده اللي هو ايه، خاص لوكالي بالشبكة بتاعته هو بس، اهو في الحي بتاعه هو بس، ماشي كده. العنوان التاني ده اسمه الماك ادرس، وبالمناسبة اعتبر الماك ادرس هو الفيزيكال لوكيشن بتاع البيت ده. يعني لو انت جيت كده على جوجل ماب وجبت الكوردينيتس بتاعت البيت بتاعتك، الكوردينيتس دي ثابتة، الكوردينيتس بتاعتك دي ثابتة دايما. ينفع تنقل البيت من مكانه تحوله مكان تاني؟ ها، ينفع كده تشيل البيت من مكانه فيزيكلي كده تخلعه بالارض كده خلع وتحوله لمكان تاني؟ لا، اهو نفس الحكاية، الماك ادرس بتاعك فيزيكالي ده ما بيتغيرش، بمجرد ما بنيت البيت المكان ده عمره ما بيتغير، بس الموضوع انتهى.
طب نفس الحكاية، الماك ادرس برضه ما بيتغيرش، الماك ادرس بتاعك ده مستحيل يتغير، تمام كده؟ بس انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تيجي كده وتروح جاي على الماك ادرس بتاعك، بلاش الماك ادرس، تروح جاي كده من بره على الباب ومعلق يافطه على البيت بتاعك كده، وتروح حاطط عنوان وهمي. ممكن، ممكن، بس هل ده غير ها الكوردينيتس او اقول لك ايه المكان الفيزيكال بتاع البيت بتاعكم؟ لا، دي مجرد يافطه بس، دي مجرد يافطه خلاص. طيب العنوان ده بيجي لك مع الكارت، الشركة المصنعة للكارت هي اللي بتعمل العنوان ده خلاص، مش انت اللي بتعمله اطلاقا ولا ليك دخل فيه، تمام كده؟ حلو جدا. طيب الاي بي ادريسز بقى لما الناس جم يعملوها هتتكلم ازاي او هتتكون ازاي؟ الاول قال لك الاي بي ادريس دي هتتكون من اربع خانات. الاول لما جم يفكروا فيها اصلا فكروا فيها كالاتي، عبارة عن 32 بت، وده كان اسمه الاي بي فيرجن 4 خلاص كده، ده الاي بي فيرجن 4 وده 32 بت. يعني انت عندك كام اي بي؟ بما ان كل حاجه عندنا باينري فيبقى عندك 2 اس 32، 2 اس 32 ودول حوالي 4 مليار اي بي، 4 مليار اي بي، تمام كده؟ طيب لو بصيت كده النهارده هتلاقي ان 4 مليار اي بي دول ما عادوش كافيين اطلاقا. 4 مليار اي بي انت عندك اصلا النهارده، كل شخص هتلاقيه ماشي، اللي معاه لابتوب واللي معاه تابلت واللي شايل تليفون خلاص، فهتلاقي على الاقل كل مستخدم النهارده له جهازين ثلاثه. النهارده اصلا هتلاقي في عند الناس الطبيعيه اساسا التلفزيون عندي مثلا له اي بي، مش كده بس، الريسيفر نفسه له اي بي، انا مش بهرج ده بجد، التلفزيون عندي له اي بي والريسيفر له اي بي، تخيل. الثلاجات، الثلاجه بقى لها اي بي، ليه مش عندي يعني، بس بقول لك في الطبيعي عند الناس كلها دلوقتي بره لو بصيت كده تلاقي كل حاجه بقى لها اي بي، اللمبه نفسها بتاعتك لها اي بي، التكييف له اي بي، التكييف له اي بي ده عندنا في الشغل وده بجد مش بهرج، التكييف حرفيا بتعمل له مونيتورنج وله اي بي ادرس واحنا شغالين. عايز اقول لك ان الراكات وهي فاضيه فيها اي بي، الراك كده له اي بي، الباتش بانل، الباتش بانل له اي بي. انا عن نفسي انا التلفزيون بتاعي ممكن اخش يوتيوب وممكن ابراوز منه الانترنت من التلفزيون نفسه. انزل يا عم اشتري تلفزيون هتلاقيه ب 5000 جنيه في مصر دلوقتي تي اي بي، هتشتغل بيه سمارت تي في، وهتلاقي عليه اندرويد كمان بالمناسبه. يعني انا مش بهرج قسما بالله ان الراك عندنا له اي بي، لو عايزني اصوره لك واوريه لك ما عنديش اي مشكله. الباتش بانل، مش بقول لك الراك، الباتش بانل نفسها ليها اي بي اللي فيها الكابلات، مش هضحك عليك يعني خلاص كده. بمونيتور الباتش بانل وبشوف مين اللي عمل كونكت في الباتش بانل دي ومين اللي شال الكونكشن، كل حاجه عنها. لو واحد اصلا حط الكابل كده في الباتش بانل، حط كابل من غير ما يقول لي، بيضرب عندي اليرت، يبعت لي ميل يقول لي الحق، لا مش فينجر برينت، لو واحد حط كابل كده، واحد وصل جهاز ان اوثورايزد في الباتش بانل بتاعتي، اوتوماتيك بعت لي اليرت يقول لي الحق الباتش بانل رقم كذا اللي في الراك كذا اللي في المكان كذا اللي واصله بالسويتش كذا على البورت رقم كذا، في يوزر عمل كونكت عليها بشكل ان اوثرايزد، مش كده وبس، واوتوماتيك بتعمل له بلوك عشان ما يوصلش بالبورت ده، وبتروح معلمه له كده لون احمر عشان معناه يعني ان انت ان اوثرايزد كونكت هنا خلاص. الفينجر برينت بتاع الشغل بتاعك لو اي بي، ما الفينجر برينت دون لما انت بتحط البصمه بتاعتك وانت رايح الشغل الصبح بيعمل ايه؟ بياخد البصمه دي واوتوماتيك يبعت للسوفت وير اللي موجود على جهاز يقول له الحق عندك الشخص الفلاني ده اللي اسمه مصطفى، ده مصطفى ده دخل الشغل الساعه كذا، ومصطفى ده خرج الساعه كذا خلاص. ولو انت ما حطيتش فينجر برينت اوتوماتيك ما بيبعتش، فخلاص السوفت وير بيسجل طالما ما بعتلوش يبقى انت كنت غايب في اليوم ده، عشان كده الفينجر برينت بتاع الشغل محتاج اي بي. ها اي حاجه دلوقتي ليها اي بي بكل بساطه، بكل بساطه. طيب بكل اي بي يعني ايه؟ يعني ليها ادرس، ليها عنوان. طيب كلام جميل. طب ال 32 بت دول يا عم لما جم قسموهم، قسموهم ازاي؟ عملوهم ازاي دول؟ قال لك بس قسموها لاربع خانات، قسموها لاربع خانات.
خلاص ادي الخانه الاولانيه اهي دوت، بعد كده الخانه الثانيه، بعد كده دوت الخانه الثالثه، طالما ما عنديش مساحه هنا فاحنا نحاول نستغلها، اهم اربع خانات موجودين عندنا. طيب القيم اللي هتبقى فاليد بالمناسبه ده عباره عن 32 اي بي صح، ده عباره عن 2 اس 8 2 اس 8 2 اس 8 2 اس 8. فاكر في قواعد الضرب اللي كنت بتاخدها في اعدادي لما كان بيقول لك لو ضربت 2 اس 3 في 2 اس 2 الناتج بتاع ده هو نفس الناتج بتاع 2 اس 5؟ فاكر؟ اهو 2 اس 3 بكام؟ 2 اس 3 بكام؟ ب 8 صح؟ و2 اس 2 بكام؟ ب 4، 4 في 8 بكام؟ ب 32 صح؟ طب و2 اس 5 اصلا بكام؟ ب 32 برضه، شفت؟ او 2 اس 8 في 2 اس 8 في 2 اس 8 في 2 اس 8 اداك الناتج النهائي اللي قلت لك عليه في الاخر اللي هو كام؟ 2 اس 32، تمام كده؟ يبقى كده مظبوط. طب 2 اس 8 لوحدها 2 اس 8 ها بكام؟ 256. طيب يبقى كده عندك 2 اس 8 256. طيب لو انت خدتها كده بالباينري، لو انت خدتها بالباينري 2 اس 8 ده كده عبارة عن ايه؟ القيم المحصورة ما بين 1 2 3 4 5 6 7 8 وما بين 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 اس 8 هي القيم المحصورة ما بين دي وما بين دي، او هم نفسهم يعني هم او القيم المحصورة اللي ما بينهم. معنى كده ان انت عندك قيم ثابتة يا اما من كام؟ من صفر لحد كام؟ لو دول كلهم بوحايد كده 255، هتقولي استنى عندك ده 2 اس 8 ب 256 صح؟ المفروض من صفر ل 256، اقول لك لا انت بدات تعد من صفر، فالصفر ما دام اتحسب ها فخلاص عمل كاونت كده بواحد، يبقى هتقعد تعد من كام؟ لو حسبت كده او تعد كده من نفسك من صفر لسبعه هم 8 ارقام، ومن صفر ل 255 دول 256 رقم. يبقى القيم الفاليد اللي عندك من صفر ل 255. طيب هنا برضو 2 اس 8 يبقى من صفر لكام؟ ل 255، وهنا من صفر ل 255، وهنا من صفر ل 255. ينفع تلاقي اي خانه من دول القمه بتاعتها بالمنظر ده 2 5 7؟ ينفع تلاقي اي خانه بالقمه دي؟ لا ما ينفعش، مستحيل. القيم الفاليد ما بين صفر لحد كام هنا؟ 255. طيب كلام جميل حلو جدا. تعالى بقى، يبقى احنا كده اتفقنا اتفاق ان كل اي اي بي في الدنيا عندنا هيكون له قيم فاليد، والقيم الفاليد دي هتبقى عباره عن اربع خانات كل خانه من صفر ل 255 فيها. طيب ممتاز جدا، يبقى انا عندي هنا من صفر ل 255 دوت من صفر ل 255 دوت من صفر برضه ل 255 دوت من صفر ل 255. شيء ممتاز لحد دلوقتي. دلوقتي يا سيدي في حاجة تانية، في حاجة تانية، قال لك إن أنا هخلي الخانة الأولانية دي أو أنا هقسم الأي بي هات دي كلها اللي موجودة عندي، مش دي كل الأي بي هات اللي ممكنة الاحتمالية اللي موجودة لكل الأي بي هات دي، كل الاحتماليات والاحتمالات اللي موجودة خلاص. يبقى كل الاي بيات اللي في الدنيا في الرينج ده ما بين من 0 ل 255 او من 0 ل 255 وهكذا. طيب قال لك انا هقسم، هخلي لك الخانه الاولانيه دي حاجه اسمها النتورك اي دي خلاص، ودول كده هسميهم السبنت ماسك. ايه يا عم ده انت ايه السبنت ماسك والنتورك اي دي ده؟ قال لك استنى، هو انا اصلا بعملهم ليه؟ انا بعمل الكلام ده ليه؟ قال لك بقى ثانيه واحده قبل ما اكلمك عن نتورك اي دي والسبنت ماسك،
الناس لما جم يشتغلوا في الشركات، كل شركة جت قالت لك انا محتاجة مجموعة اي بي ادريسز ليا، انا محتاجة مجموعة اي بي ادريسز ليا. يعني شركة زي اوراكل، شركة زي مايكروسوفت، انت في البيت عندك، طب كل مستخدم محتاج كام اي بي؟ ده انت لازم تحدد له. قال لك طب بس بقى استنى، انا هحدد لك، انا هقسم، طالما دول كلهم كده، القيم دي كلها عندي من 0 ل 255 في الاربع خانات، قال لك بس انا هقسمهم، انا هقسم الاي بي ادريسز دي لحاجه اسمها الكلاسز. خلاص، وبقى عندك حاجه اسمها الكلاس A والكلاس B والكلاس C والكلاس D. خلاص كده، وفي عندك كمان الاي. طيب الاي هتبدا من 0 لحد 127. البي هتبدا من كام لحد 126 تحديدا، لان 127 ده كان محجوز لمين؟ ها، لللوب باك اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. خلاص كده. طيب من اول 128 لحد 172 لحد 191 تحديدا، صح، ده محجوز لمين؟ للكلاس بي. لحد 172، لحد 172 خلاص كده. بعد كده عندك من مين يا عم؟ انا اقعد احفظهم ثانيه واحده كده. عندك هنا 224 لحد 239، وهنا من اول 240 لحد 254. خلاص، هنا لحد 191. متأكد؟ وهنا من اول 192 لحد كام؟ 223. طيب بص لي كده، دايما اللي في الخانه دي كده اللي اقصده بيه كام؟ يعني ده من اول. بالمناسبه كمان في حاجه كمان عايز اقول لك عليها، بس ان في عندك من دول كمان كده ريزيرفد، زي 127 ده كده، 127 ده لللوب باك، صح؟ في عندك كمان 255 دوت 255 دوت 255 دوت 255، ده اسمه البرودكاست. يعني ايه البرودكاست؟ البرودكاست ده اي حد بيبعت للادرس ده اوتوماتيك بيتبعت لكل الهوستس اللي معاك في الشبكه. يعني لو عندك شبكه فيها 5 اجهزه نازلين على نفس السويتش في نفس اللير تو دومين، وهوب بعت للادرس ده، الترافيك هيروح لمين؟ ليهم كلهم بالكامل. ساعتها الترافيك هيروح لهم كلهم بالكامل، مش لواحدة او اتنين، ليهم كلهم. خلاص كده؟ طيب كلام جميل، يبقى ده كده معناها all hosts كلهم. طيب حلو قوي. في عندك كمان 0.0.0.0 معناها any IP، دي معناها all hosts، ودي معناها any IP. خليك فاكر الحكايه دي، ماشي؟ تمام كده. طيب الحمد لله. لو جيت بصيت كده ان من 0 ل 126، من 0 ل 126 هنا اهم في الخانه دي، تترتب ازاي الدنيا دي؟ جه واحد قال لك يا عم انا عايز 1000 اي بي، جه واحد تاني قال لك لا 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 انا كفايه قوي عليا 8، جه واحد تالت قال لك لا انا عايز يا عم 20000، جه واحد رابع قال لك انا عايز 64000. جات لك شركه كبيره جدا زي مايكروسوفت ولا اوراكل، يقول لك انا عايز مليون اي بي. الدنيا دي تترتب ازاي؟ مين اللي هيبقى مسؤول اصلا ان هو يدي الاي بي ادريسز دي ويوزعها على الناس؟ قال لك في منظمه كده عالميه اسمها الايانا،
مسؤولة ان هي توزع الاي بي ادريسز دي على الناس. خلاص. طيب هل في طريقة للتوزيع كمان؟ قبل اي طريقة، قبل ما اتكلم على اي طريقة وقبل قبل اي حاجة كمان، لازم اقول لك ان الدنيا لما جت اتقسمت كمان قال لك بس اي حاجة في الرينج ده من 0 ل 128 ده كامل كلاس ايه. خلاص كده. طيب من 0 ل 128، اسف، ل 126 بقى، من 0 ل 126 دول كان معاهم كمان ال 127 ده بتاع اللوب باك. من 0 ل 127 دول نتعامل معاهم ازاي؟ نتحاسب ازاي معاهم؟ قال لك بص، انا عشان اريح دماغك خالص، بدل ما خليك تعتمد على كلاسز ان انت توزع الاي بي ده، انا عايز كمان اقدر اتحكم في الكلاسز دي. تخيل ان انا لو جت شركه قالت لي انا عايزه اي بي عام، انا عايزه مثلا 20000 اي بي، فكنت هتقول لها خدي مثلا 103 دوت اي حاجه استخدميها. تخيل كده الشركه دي معاها كام اي بي؟ ها، 2 اس 8 في 2 اس 8 في 2 اس 8، يعني الشركه دي معاها 2 اس 24 اي بي، معاها رقم كبير جدا اكتر من اللي هي محتاجاه. طب احنا عايزين نقسم الدنيا دي من جوه، بدل ما هي معتمده على الكلاسز، بدل ما هي معتمده على كلاس A او كلاس B او كلاس C، قال لك انا عايز اقسم الدنيا دي من جوه، انا هخليها مش معتمده على الكلاسز، هخليها كلاسلس. خلاص. يعني ايه؟ يعني بدل ما شركه هتيجي تطلب مني اي بي اديها الرينج كامل، لا انا هديها اي بي وهقسم دول كده من جوه كمان، انا عايز اقسم دول من جوه. طيب تتعامل ازاي الحكايه دي؟ تعال اهي بص كده، قال لك دايما 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 الخانه الاولانيه، لو انت بتتكلم على اول خانه عندك، هي عباره الاي بي ادرس عباره عن اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس، والقيم قلت لك من 0 ل 255. قال لك بس، حلو قوي. طيب لو انت بتتكلم على الخانه دي ثابته، لو الخانه دي ثابته والخانات دي متغيره، يعني دول واي واي واي، ودي اللي فضلت عندي ثابته، خلاص كده. يبقى كده عندك كام خانه ثابتين؟ 2 كام؟ 2 اس كام؟ 2 اس 8 هما اللي ثابتين، والمتغيرين كام؟ ها، 2 اس 24. دي اسمها النتورك اي دي. معنى كده انت عندك كام هوست في الشبكه دي؟ 2 اس 24 هوست. 2 اس 24 هوست، تخيل رقم كبير جدا. طب الرقم 2 اس 24 ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه السبنت ماسك. السبنت ماسك هو عدد الاجهزه اللي هتكون موجوده في الشبكه دي. طب النتورك اي دي اللي هو ايه؟ ها، النتورك اي دي الجزء الثابت في الاي بي ادرس اللي كل الهوستس اللي في الشبكه دي هتبقى مشتركه فيه. يعني ايه؟ يعني لو انت عندك اي بي بالمنظر ده، واحد مثلا 100 دوت 1 دوت 2 دوت 3، وعندك 100 دوت 5 دوت 7 دوت 2، بص كده، دي ثابته هنا، يبقى دي اسمها ايه؟ دي النتورك اي دي. شايف الجزء المتغير ده؟ هو ده مين يا عم؟ الجزء المتغير ده هي الهوستس اللي ممكن تتغير. طب مين اللي هيتحكم لي في دي؟ اللي هيتحكم فيها السبنت ماسك. وصلت؟ طب لو انت شغال في الكلاس بي بقى، في الكلاس بي، ها، هيبقى بدل النتورك اي دي هو كان اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس، حيث اكس دي اي قيمه من 0 ل 255. طيب لو انت بتتكلم بقى دلوقتي الاثنين دول هما اللي ثابتين، ده النتورك اي دي بتاعك، اول خانتين كاملين هما اللي ثابتين، ودول متغيرين، يعني بقت دلوقتي اكس دوت اكس دوت واي دوت واي، ده يبقى السبنت ماسك بتاعك بقت كام؟ ها، النتورك اي دي بتاعك السبنت ماسك بقت كام دلوقتي؟ او النتورك اي دي بقى مين اللي ثابت عندك؟ اهو 2 اس 8 في 2 اس 8 ثابتين، يبقى النتورك اي دي بتاعك او السبنت ماسك بتاعتك
هتبقى متغير في كام؟ في 2 اس 8 زائد 2 اس 8، او اسف 2 اس 8 في 2 اس 8. يبقى هنا عندك 16 بت للسبنت ماسك و16 بت للنتورك اي دي. خلاص، في الحاله دي، في الحاله دي، الحاله اللي فاتت الاول، الحاله اللي فاتت النتورك اي دي كان كام خانه عندك ثابته؟ 2 اس 8 صح؟ فكانت هيكون كده 255.0.0.0. ليه؟ لان ده دايما بيكون ثابت. طب اللي متغير، اللي بيكون ثابت دايما بياخد 255. طب اللي بيكون متغير هنا هياخد اصفار. طيب في الحاله دي عندك 2 او عندك 16 بت ثابتين، هيبقى الصمت ماسك بتاعك كام؟ 255.255. اللي متغير بكام؟ 2 اس 8 بصفر، و2 اس 8 بصفر اهو. يبقى الجزء ده متغير والجزء ده متغير. اللي متغير نزله بصفر، اللي متغير نزله بصفر، واللي ثابت حطه اقصى قيمه ممكن تحطها معاه. ماشي كده؟ طيب اللي بعده، طب لو فرضا بقى ان الثلاث خانات الاولانيين اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس، عندك ده نزل زي ما هو، والخانه الرابعه بس هي اللي بتتغير، هي دي اللي بقت واي. معنى كده ان انت عندك 2 اس 24 ده النتورك اي دي. طب كده السبنت ماسك بتاعك هيكون كام؟ ها الجزء ده اللي متغير صح، الثابت حطه ب 255، يبقى هيكون 255.255.255.0. يبقى الجزء اللي متغير عندك اللي هو ده، اللي هو ده كان اقصى قيمه فيه كام؟ ما بين 0 و 255، يبقى هتشيله وتحطه مكانه صفر. وصلت؟ ماشي كده؟ ها وضحت الحكايه دي؟ وضحت؟ ها طيب كلام جميل. اللي بعده جم قال لك بقى استنى بقى ثانيه واحده، انت برضو عمال تكلمني في سيناريو خيالي جدا، حتى بعد اللي احنا عملناه ده لسه سيناريو خيالي. عارف ليه؟ جت شركه طلبت منك 5 اي بي، يعني بلاش 10 اي بي يا سيدي، عندك شركه جت طلبت منك 10 اي بي. السيناريو اللي بتكلمني فيه لحد دلوقتي ان هديله الخانه الاخيره دي كلها اقول له اشتغل بيها صح؟ الخانه الاخيره دي اصلا قيمها 2 اس كام؟ 2 اس 8. يعني انا هديله كام اي بي عنده؟ من صفر ل 255. يا نهار ازرق، يعني هو عايز 10 اي بي، اروح انا مديله 2 اس 8 اي بي؟ رقم كبير جدا، رقم كبير جدا جدا جدا، حاجه خرافيه يعني. طب معنى كده ان انا هضيع كام اي بي؟ حوالي 244 اي بي او 245 اي بي كده ضيعها على الفاضي. تخيل هو كان عايز 10 اي بي بس، رحت انا رحت رشقه كده مديله 255 اي بي. الموضوع مش افشنت خالص. عشان يخلوا الموضوع افشنت قال لك بقى استنى عندك ثانيه واحده، ده انا هقسم دول كمان من جوه، ده انا هقسم دول كمان من جوه. ازاي يا عم؟ بص كده، عندي فرضا مثلا دي الصمت اللي انا بتكلم فيها، وليكن اكس دوت اكس دوت اكس دوت اكس صح؟ حلو كده. الراجل ده قال لك انا عايز 10 اي بي ادريسز بس، قال لك بص اشتغل على اقرب حاجه هي 2 اس واي للرقم ده. يعني ايه؟ يعني ايه اقرب رقم؟ ايه اقرب رقم اكبر من 10؟ ايه اقرب رقم اكبر من 10 تاخده كاس الاثنين يدي للراجل ده القيمه اللي هي اللي هو عايزها؟ لو قلت له 2 اس 3 هيديك كام اي بي؟ 8 صح؟ 2 اس 3 هيديك 8 بس هو عايز 10 صح؟ يبقى ينفع تديله 2 اس 3؟ ما ينفعش. طب 2 اس 4 ينفع تديله 2 اس 4؟ اه ينفع تديله 2 اس 4. هتقولي طب ما هو كده 2 اس 4 ده ب 16 صح؟ هو كان عايز 10 اديته انا 16؟ هقول لك ايوه انت اديته 16 صح؟ طب ايه رايك؟ كده احسن ولا كنت هديله 255 اي بي احسن؟
يعني انا اديته 16 اي بي، وفرت كتير جدا، انا كده وفرت كتير جدا. شوف بدل ما كان هياخد 255 اي بي بقيت بديله كام اي بي؟ ها هو 16 بس. طب اترجم الكلام ده ازاي يا عم؟ اترجم الكلام ده ازاي؟ بص الموضوع بسيط جدا، عايز ترجم الكلام ده؟ اقول لك حلو قوي، حلو قوي جميل. بص السبنت ماسك هيبقى شكله ايه دلوقتي؟ الاختلاف كله السبنت ماسك. قبل كده كنت انا بديله 255 255 255 دوت زيرو. طب دلوقتي انا هديله ايه السبنت ماسك بقى؟ 2 اس 4 ده اترجمها ازاي؟ هقول لك والله بسيطه جدا، دول ثابتين صح؟ دول ثابتين هم ما غيرتش فيهم، نزلهم زي ما هم. طب الاخير ده هعمل فيه ايه؟ الاخير ده هعمل فيه ايه؟ قال لك بس الاخير ده انت 2 اس 4 ب 16 صح؟ 16. ايه اقصى قيمه، كم اي بي ادرس، اكبر عدد من الاي بي ادرس ممكن تستخدمه هنا في الخانه دي؟ اكبر عدد، ها 256 اي بي صح؟ اكبر عدد من اي بي ادريسز 256 اللي هو من 0 ل 255 صح؟ اطرح كده من 256 ناقص 16، اطرح كده 256 ناقص 16 هيطلع لك كام؟ 240. يبقى الصدمة دي كانت المفروض تكون 240. معنى كده ان الراجل ده هتكون الصدمة بتاعته بتسمح له ان يكون عنده 16 جهاز او 16 اي بي ادرس افيلابل في السبنت دي. تاني ادي مثال تاني، ادي لك مثال كمان. جالك حد طلب منك يا عم انا عايز 24 اي بي يكونوا موجودين عندي، انا عايز 24 سيرفر اركبهم في الشبكه بتاعتي، هيكون السبنت بتاعتهم الاوبتيمال سوليوشن اديله سبنت فيها كام اي بي؟ لو قلت له 2 اس 4 هيديله كام؟ ها هيديله 16 اي بي، بس هو عايز 24. قال لك شوف اقرب حاجه له، طب 2 اس 5، 2 اس 5 ده هيديله كام؟ ها هيديله 32 اي بي. حلو قوي، 32 دون اكبر او هي اقرب قيمه اكبر من اللي هو كان عايزه. ايوه خلاص اديها له. حلو قوي، طب السبنت هيبقى كام؟ اهو 255 255 255 دوت، ها دوت كام؟ 32. هو عايز 32 اي بي صح؟ اكبر عدد من اي بي ادرس كان كام؟ اكبر عدد من اي بي ادرس في السبنت دي ممكن يكون 256 اي بي. طب 256 ناقص 32 اللي هو عايزهم، ها كام؟ 224. يبقى الراجل ده معاه الحريه ان هو يستخدم كام اي بي في السبنت دي؟ 32 اي بي، وده هيكون السبنت ماسك بتاعه. تمام كده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ يبقى لو قلت لك السبنت ماسك ده، تعالى كده اديك سبنت ماسك كاكزامبل واقول لك كام في كام هوست في الشبكه دي. خد السبنت ماسك ده، تعالى كده خد ده كده كاكزامبل. الشبكه دي هيكون فيها كام اي بي ادرس افيلابل؟ الشبكه دي هيكون فيها كام اي بي ادرس افيلابل؟ ها بسيطه جدا، اقصى عدد كنت ممكن تستخدمه كام؟ 256. اطرح ده من 256، يعني 256 ناقص 192 هيطلع لك كام؟ مظبوط زي ما الراجل ده بيقول 64 اي بي. طيب الشبكه دي اقصى عدد او عدد اي بي ادرس اللي ممكن تكون متاحه فيها كام؟ ها 128 برضو، لان انت 56 ناقص 128 تبقى 128. طب الشبكه دي اقصى عدد من الاي بي ادرس الافيلابل فيها كام؟ 4. مظبوط مظبوط. طيب استنى بقى عندك، استنى بقى عندك قبل اي حاجه، قال لك دايما اول اي بي في السبنت هيبقى اسمه، ها
الاي دي بتاع النتورك دي، النتورك اي دي، النتورك اي دي خلاص. طيب اخر اي بي في السبنت هيبقى اسمه البرودكاست اي بي. يعني ايه؟ يعني انا عندي شبكه بالمنظر ده، انا عندي شبكه بالمنظر ده، الاي بي بتاعها كده 192.168.0.0 خلاص، والنت ماسك بتاعها 255.255.255.0. حلو. الشبكه دي، الشبكه دي اولا فيها كم اي بي ادرس؟ ها فيها كم اي بي؟ 256 صح مظبوط. طيب مين اول اي بي فيها؟ اول اي بي هيبقى صفر. طب واخر اي بي؟ 255 صح. الصفر ده هو النتورك اي دي بتاعتك. طب و255 ده البرودكاست اي بي، يعني لو حد بعت على الاي بي ده هيبعت لاي هوست في المجموعه دي كامله، ماشي كده؟ طيب تعال اديك مثال تاني. 192.168.0.252 والسبنت ماسك بتاعها 255، او خليلي دي يا عم بلاش 252، خلينا نصعبها كمان اكتر. السبنت دي بص لي كده. اولا فيها كم اي بي ادرس السبنت دي؟ فيها كم اي بي ادرس؟ 256 ناقص 252 فيها 4 اي بي ادريسز. حلو قوي، كلام جميل. 4 يبقى تقسم لي الشبكه دي، قسم لي الشبكة دي كده لأربعات خلاص، قسم لي اللي قبلها كمان لأربعات، يبقى من صفر لتلاتة دي الشبكة الأولى، وبعد كده من أربعة لسبعة دي الشبكة التانية، بعد كده من تمانية دي كام؟ تمانية وتسعة وعشرة لحداشر دي الشبكة التالتة، ومن اتناشر لكام؟ ل 15 الشبكة اللي بعدها، بعد كده من 16 ل 19 دي الشبكة اللي بعدها، بعد كده الشبكة اللي بعدها اللي أنا بكلمك عليها أهيا هتبدأ من 20 وتنتهي عند كام؟ عند 23. دي اللي أنا كنت بتكلم عليها، هي دي بتاعتي، هي ده اللي أنا طالبها، الحمد لله وصلت لها أهي، وصلت لها. مين أول أي بي؟ ها 20 صح؟ 20 ده هيبقى النتورك اي دي، هستخدمه عشان اعرف الشبكه انهي شبكه اللي انا بتكلم عليها. طب ده البرودكاست، معنى كده ان انا عندي كام يوزابل اي بي ادرس دلوقتي؟ اليوزابل بقى اللي متاح لسه ممكن استخدمه، عندك 21 وعندك 22 بس، 2 اي بي ادريسز بس. وصلت؟ ها وضحت الحته دي؟ وضحت. طيب تعالى ادي اخر مثال عشان اتاكد ان انت فاهمين، اخر مثال عشان اتاكد ان احنا فاهمين. بص لي يا عم، ادي شبكه دي، وتعالى نتكلم على شبكه بالمنظر ده، 10 0 0 وليكن 255 255 255 240. طيب تعال كده نترجم اللي موجود قدامي ده. الشبكة دي ها لو ترجمتها لي كده، اولا الشبكة دي فيها كام سبنت؟ اسف، فيها كام هوست في السبنت دي؟ فيها كام هوست في السبنت؟
والله كام هوست. بص لي على البت الاخيره دي، اسف على البايت الاخيره دي، 240 من 256 يبقى انت عندك كام؟ 16. حلو قوي. يبقى هتقسم من اول هنا كده لمجموعه سبنتس اهي، كل سبنت فيها 16 هوست، يبقى من 0 ل 15 دي اول شبكه، بعد كده من 16 ل 31 دي تاني شبكه، تالت شبكه من 32 لكام؟ ها؟ ل 47. طب رابع شبكه من 48، 48 و16 كام؟ 63 اهو. خلاص كده؟ طيب كلام جميل. طب يا سيدي معنى كده ان 51 ده النتورك اي دي بتاعه كام؟ 48. ده النتورك اي دي بتاع الشبكه، يبقى الشبكه دي كانت المفروض يبقى النتورك اي دي بتاعها كام؟ 48 اهو. طيب البرودكاست بتاعها كام؟ هيبقى 63. تمام كده؟ طيب حاجه بس عايز اقول لك عليها، حاجه بس عايز اقول لك عليها، اللي هي ايه؟ ان انا ممكن بدل ما اكتب الكلام ده كده بشكل كبير قوي كده، شايف شكلها ملعبك قوي. كمان مثال، حاضر كمان مثال اهو، 10.0.1 دوت وليكن 173، 255، 255، 255 دوت وليكن 224، 224. حلو كده؟ الشبكة دي 224 عندي كام هوست في كل شبكة من دول، في كل سبنت من دول؟ السبنت بتاع الهوست ده، ها؟ 200 اقسم لي من 256، مش المفروض لو انت واخد البايت كلها كاملة 2 أس 8؟ 2 أس 8 بكام؟ 256، يبقى أكبر عدد من الهوست 256 ناقص 224، يبقى الشبكة دي متقسمة 10.0.1 دي كده متقسمة لمجموعة شبكات، كل شبكة فيها 32 هوست أو 32 أي بي. طيب هتبدأ من صفر، بدأت من صفر، عد لي 32 أي بي هتنتهي عند 31. بعد كده من 32 الشبكة اللي بعدها لحد كام؟ لحد 63. وبعد كده من 64 لحد 95. بعد كده من 96 لكام؟ ها عد لي 32 لحد 127، ومن 128 لكام؟ عد لي 32 ل 100 وكام؟ 159 مظبوط. ومن 160 لحد كام؟ ها 191. تمام حلو قوي. 173 دي وقع في انهي شبكه فيهم؟ في الشبكه دي، وقع في الجزء ده اهو. معنى كده ان النتورك اي دي بتاع الشبكه دي كان كام يا عم؟ ها النتورك اي دي كام؟ 160. طب والبرودكاست بتاعها كان كام؟ 191. معنى كده ان انت لو بعت للاي بي 191 ده هيتبعت لاي هوست فين؟ في الرينج ده من 160 لحد 191. وصلت؟ تمام كده. طيب اخر حاجه بقى عشان انهي النهارده، اخر حاجه اللي هي كانت ايه يا سيدي؟ بص لي كده، انا قلت لك مثلا سبنت ماسك زي ده 192 168 دوت 0 دوت وليكن 12 255 255 255 دوت وليكن 240. بص الكلمة دي او اقول لك السبنت ماسك ده مكتوب بشكل طويل قوي، هو ينفع اختصره؟ ايوه. الرقم ده عبارة عن كام؟ 2 اس 8 صح؟ وده كام؟ 2 اس 8 وده كام؟ 2 اس 8. التلاتة دول كام على بعض كده؟ 2 اس 24 صح؟ طب ال 240 دول عبارة عن كام في كام في كام؟ ده عبارة عن 2 أس كام؟ ها؟ 2 أس كام كده؟ 2 أس 7
ولا كام؟ 2 اس كام؟ ال 240 عباره عن 2 اس كام في 2 اس كام؟ الناس بتوع الحساب تاني تاني اجيبها لك بطريقة تانية. بص لي كده السبمت ماسك ده، شايفه؟ مفيش اي مشكلة فيه. كل مشكلته ان هو كبير جدا. شايف كاتبه كده واخد لي نص سطر. طب ينفع اصغر الكلام دون؟ ينفع اصغر الكلام ده؟ ها ينفع اصغر الكلام ده؟ قال لك ايوه ممكن تصغره، مفيش اي مشكلة فيه. طب اصغره ازاي؟ بص هقولك على طريقة سهلة جدا، هقولك على طريقة سهلة. اخر بايت دي عبارة عن كام؟ 240 صح؟ الاي بي فيرجن 4 كله عبارة عن كام بت؟ 32 بت صح؟ 240 انت كنت لو عايز تعرف عدد الهوستس في الشبكة دي كام؟ لو عايز تعرف عدد الهوستس في الشبكة دي كنت بتخصم 240 دي من كام؟ من 256 صح؟ طلع لك كام اي بي؟ 16 اي بي. 16 اي بي دي اللي هم 2 اس كام؟ 2 اس 4 صح؟ اخصم لي 4 من ال 32، 4 من ال 32 يتبقى كام؟ 28. يبقى انا كنت ممكن بدل ما استخدم الشكل الغبي ده الكبير قوي ده اقول له كده الاي بي بتاعي عباره عن 192 168 دوت 0 دوت 12 سلاش 28. وصلت؟ اسهل بكتير جدا. تاني تعال اديك مثال كمان، تعال اديك مثال كمان يسهل لك الدنيا اكتر. اهو 192 168 دوت 0 دوت وليكن 19 255 دوت كام وليكن 224. حلو قوي، ده كلام جميل جدا. كم في كم هوست في الشبكه دي؟ كم هوست، كم اي بي ادرس الشبكه دي؟ ها في كم اي بي في الشبكه دي؟ بسيطه جدا، اطرح لي الرقم ده من اقصى قيمه كانت ممكن تبقى موجوده. يبقى 224 من 200 من 256 يبقى عندي 32 اي بي. 32 اي بي اللي هم كام؟ 2 اس كام؟ 2 اس اكس بتساوي 32 صح؟ اللي هو الاكس هنا هتساوي كام؟ الاكس عندي هتبقى بخمسه صح؟ الاي بي فيرجن 4 كله، الاي بي فيرجن 4 كله ها عباره عن كام بت؟ الاي بي فيرجن 4 كله عباره عن 32 بت. اطرح ال 32 بت ناقص 5 يطلع لك كام؟ ها 27. يبقى ممكن تعوض بس بدل ما تكتب له 255 255 مش عارف ايه يبقى كله ب 27 بس كده. على 27 معناها ان الاي بي الاخير ده هيكون كام؟ ها 224. وضحت؟ ها تمام كده؟ طيب ماشي. يبقى الحمد لله اتكلمنا على الاي بي ادريسز، واتكلمنا على السبنت ماسك وازاي بتاثر في عدد الهوستس اللي موجوده عندك في الشبكه. ان شاء الله بكره هنكمل بكره باذن الله الاي بي ادريسنج، وبعد كده نبدا نخش الاول وازاي نكونفيجر اي بي ادرس طبعا، وبعد كده نبدا نخش على الجزء بتاع الترابل شوتنج. تمام كده؟ حد عنده اي مشكله في اللي انا قلته النهارده؟ ها حد عنده اي مشكله؟ طيب ممتاز، ممتاز جدا. طيب اشوفكم بكره ان شاء الله على خير، وتصبحوا على خير. السلام عليكم.